أحمد بان الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية. أستاذ أحمد بان صباح الخير. صباح الخير فندم. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. كيف تقيم قدرة الإخوان على الحشد اليوم في الشارع المصري، وهل تعتقد أنه هيكون يوم مختلف أو قد يشهد أحداث عنف أو مصادمات أو اشتباكات نتيجة لرغبتهم أو تأكيدهم على أن هذا اليوم سيظهرون فيه حشود أكثر أو أكبر من الأيام أو مقارنة بالأيام الماضية مع بدء محاكمة الرئيس المعزول؟ هو الحقيقة رهان الجماعة لم يتغير منذ بداية خروجها من الحكم وحتى الآن، هي تمضي في مسار ثابت، هي حريصة على أن تبقى التظاهرات في الشارع مستمرة. هي صحيح تظاهرات محدودة العدد محدودة الأثر، ولكن ما تراهن عليه الجماعة هو استمرار هذه التظاهرات وصولا إلى نقطة تجميع رئيسية في 25 يناير. تراهن الجماعة عليها من خلال حدوث بعض التطورات في مصر، حيث تراهن على أن يفشل النظام السياسي الحالي في مواجهة احتياجات المواطنين، وبالتالي تتصاعد موجات تظاهر الغاضبين، وربما هي أضافت بعد جديد في الفترة الحالية، وهي تحريض بعض رجال الأعمال المحسوبين عليها على الاستغناء عن بعض العمالة من أجل تصعيد الغضب في الشارع وتصعيد غضب هذه الفئات تحديدا وقصرها على الانضمام إلى حركة التظاهرات في الشارع. لدي بعض المعلومات التي تتحدث عن أن بعض رجال الأعمال المحسوبين على الجماعة بدأوا في الاستغناء عن عدد كبير من العمالة، وتحديدا في بعض المصانع هناك مصنع استغنى عن 18,000 عامل، ومصنع آخر استغنى عن خدمات أكثر من 600 عامل، في محاولة من هؤلاء إلى دفع مسار الغضب إلى نهايته من أجل إقناع مجموعات من المهمشين والفقراء من بالانضمام إلى هذه التظاهرات. دي هيئات حضرتك بتؤكد أنها هيئات أو مصانع تابعة لرجال أعمال منتمين لتنظيم الإخوان أو بتتبع في النهاية تمويل مؤيد للإخوان. نعم. طيب أستاذ أحمد، قضية أخرى بس قبل ما ننتقل للسؤال التالي جدير بالذكر مشاهدينا أيضا وهنتابع ده بعد قليل، أن هناك مسيرة أخرى انطلقت من محيط أو من أمام مسجد الريان في المعادي، وسنعود للحديث عنها بعد لحظات وبعد نهاية هذا الاتصال مع الأستاذ أحمد بان. أستاذ أحمد، مع أي الرأيين حضرتك تتفق أكتر؟ الرأي اللي قال أن بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ونقله إلى السجن هتكون مرحلة جديدة تشهد فيها مصر أو يشهد فيها الشارع المصري أحداث هادئة مقارنة بالفترات السابقة، وأنها مرحلة هتفرض على تنظيم الإخوان أن يبدأ في التعامل أو يقرأ الأمور بواقعية أكتر، وعلى النقيض في رأي تاني قال أن الشارع المصري سيلتهب ويكون مشتعلا وأنه هيشهد تحركات صاخبة وزخم من احتجاجات ومسيرات المؤيدين للرئيس المعزول مع بدء محاكمته. حضرتك متوقع أن أي سيناريوهين يكون أقرب إلى الحقيقة؟ الأمر حدث محاكمة محمد مرسي ليس الحدث الأكبر في تاريخ الجماعة، هي الجماعة تحاول أن تجعله مظلة لتحركاتها، لكن حقيقة الأمر أن التنظيم لم يعد معنيا بمحمد مرسي بقدر ما هو معني بالحفاظ على وجوده الحركي والتنظيمي في الشارع، ولا تحركه سوى صدمة الخروج السريع من الحكم. بصرف النظر كان عنوان وجودهم في الحكم محمد مرسي أو سين أو صاد من الشخصيات، فلم يكن محمد مرسي هو أهم الشخصيات القيادية داخل الجماعة، وإنما هناك شخصيات أخرى هي من يتولى إدارة الأمور. المسألة بالنسبة للجماعة هي حدود الدور الذي تلعبه في الفترة القادمة، وأعتقد أن رهان الولايات المتحدة الأمريكية على الجماعة تحول من فكرة عودتها إلى الحكم إلى مساحة الإبقاء عليها فقط كقوة رئيسية ضمن البقاء في الحياة السياسية أصلا في المجتمع المصري. حضرتك شايف أنه أصبح هو ده الهم الأكبر لهم الآن؟ صحيح. نعم، بشكرك أستاذ أحمد بان الباحث والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لك.